شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية أو هذه المقطوعة من الآية الكريمة تحتوي فيما يبدو لنا على بعدين. البعد الأول بعد البشارة، والبعد الثاني بعد الإنذار. البعد الأول هو بعد البشارة، كل منا يعاني مشكلة في حياته. طبيعة هذه الدنيا طبيعة المشكلات، والشاعر يقول: كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لمن. الله خلق الدنيا للمشكلات. الإنسان عندما يكون في مشكلة يظن أن هذه المشكلة مشكلة أبدية، وأن هذه المشكلة لا يمكن أن تنتهي. ولكن هذه الآية الكريمة تبشر المؤمنين: وتلك الأيام نداولها. أيام المشاكل لا تبقى، أيام الانتكاسات لا تبقى، أيام الحزن لا تبقى. فهذه بشارة للمؤمنين جميعا. ولذلك المؤمن دائما يجب أن يكون قلبه واثقا بالله سبحانه، عامرا بالأمل بلطف الله وعناية الله، حتى إذا كان في أشد المشكلات. أن تلاحظوا هذه القضية: رجل لعله يبلغ حوالي 100 عام،
وزوجته لعلها كانت فوق 90 عاما. هذان الزوجان عاشا 80 عام 70 عام أكثر أقل، والله سبحانه وتعالى لم يرزقهما أولادا. هل هنالك احتمال بعد هذا العمر المديد أن تتحول هذه الحالة؟ بعد ماكو أمل، شايب عمره 100 عام الله يعطيه أولاد. ولكن هذه حالة المؤمن، حتى عمره 100 عام يطلب من الله ولا ينقطع رجاؤه بالله. تقرؤون في القرآن الكريم: إذ نادى ربه نداء خفيا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، ليش خفي؟ يمكن والله أعلم لعله عيب قدام المجتمع. واحد عمره 100 عام يجي يقول يا الله أعطني أولاد، زوجته عمرها 90 عام أو أكثر، عيب. فنداؤه كان نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني، العظم العمود الفقري لهذا البدن وهن، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بالنتيجة ذاك النداء الخفي أثر أثر. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وأي ولد الله سبحانه وتعالى أعطاه؟ لا تظنون أن هذه الحالة ثابتة ودائمة في هذا الكون، أكو سنة التحول وسنة التبدل، هذه سنة إلهية. كان عندنا جار في الكويت عندما كنا هناك، هذا بعد حوالي 15 عام تزوج وما عنده أولاد. بعد 15 عام ذهب إلى سوريا والتجأ إلى عقيلة الهاشميين زينب صلوات الله عليها، وطلب أن تكون شفيعة إلى الله سبحانه وتعالى في حل هذه المشكلة. عاد الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالذرية. الآن أنتم في ضيافة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة. كريمة أهل البيت لها مقامها الشامخ العظيم، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، من زارها وجبت له الجنة. أنتوا ضيوف الإمام الرضا صلوات الله عليه، واحد يجب أن يطلب طلب آمل. المؤمن حتى إذا والعياذ بالله ألقوا في جهنم، هناكم أيضا أمله برحمة الله وبلطف الله لا ينقطع. ما تقرون في دعائكم إلا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجل آملين، حتى في جهنم. هذا مهم في الدنيا والآخرة. هذا هو البعد الأول في هذه المقطوعة من الآية كما يبدو، وهو بعد البشارة. البعد الثاني في هذه الآية بعد الإنذار.
إذا الله تفضل علينا بنعمة لنصور أن هذه النعمة باقية. رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا، فما بقي الملوك ولا القصور. احنا النعم اللي عدنا نتصور احنا مالكين لها، وهذه النعم أبدية مو معلوم. مداولة معنى الآية أو ملاك الآية الكريمة، مداولة. هذه العين التي نملكها نتصور أننا نملكها نعمة أبدية، هالشكل مو معلوم. كم مليون أعمى الآن أكو بالعالم؟ في آخر إحصائية أنه في العالم يوجد أكثر من 50 مليون أعمى. ذول من هم؟ ذول مو مثلنا؟ في يوم من الأيام الله تعالى أخذ منهم هذه النعمة، هذه الثروة التي عندنا، الأمن الذي عندنا، هذه النعم كلها معرضة للخطر. كيف ندفع هذا الخطر؟ وكيف نضمن بقاء هذه النعم؟ أكو هنالك عوامل نذكر منها. العامل الأول عدم الظلم. الظلم جدا خطير. الظلم مو يعني واحد يكون صدام، قد واحد يكون صدام في بيته. واحد من الأخوة نقل لي أكو فلان، أكو رجل هنا، هذا عندما يدخل في بيته أولاده وزوجته يرتجفون. هذا مو صدام، لكن صدام في بيته. واحد يظلم زوجته، الزوجة تظلم زوجها. الظلم خطير. الأب يظلم أولاده، الأم تظلم أولادها، خطير هذا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يدعو إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ذيك المرية قالت لله: يا الله أنت نايم. بعد فترة رأت جسد فرعون على الماء وجاءها النداء: لا إحنا مو نايمين. إحنا ليش نروح للتاريخ؟ هذا صدام أمامنا. أصلاً واحد كان يتصور أن صدام ينتهي، كلش بعيد كان. نقرأ في دعاء السمات: وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم. هذا فرعون الجديد، الله أفناه. كانوا مخططين كما في بعض التقريرات يعيشون 300 عام، هو وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده يحكمون. الظلم دمره. هذا الظلم حاكم وظلم أب في بيته، نفس الشيء أيضا. ظلم الأخ الأكبر للأخ الأصغر نفس الشيء أيضا. الظلم يزيل النعم. هذا العامل الأول، عدم الظلم ضمانة بقاء النعم. العامل الثاني عدم الذنب. العين الله أعطانا، واحد يطالع بها الأفلام الخلاعية المحرمة، هذا خطر. واحد يستفيد من نعم الله ضد الله، خطر. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، خطر. العامل الثاني عدم الذنب. العامل الثالث عدم كفران النعمة. أكو هنالك بعض الأزواج، بعض الزوجات يكفرون بالنعم،
المرأة تقول لزوجها أنا ما شايفة منك خير من يوم تزوجنا، والرجل يقول لزوجته أنا ما شايف منك إلا الشر، هذا كفر النعمة. واحد كله يفكر في الجانب المظلم من الحياة. الله معطينا ملايين النعم، لنكفر بهذه النعم. إذا في مكان من حياتنا أكو إشكال، كل لنركز النظر على الجانب المظلم من الحياة. شكر النعمة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله دخل بيت عائشة، وإذا به يشاهد كسرة خبز كاد أن يطأها برجله. كفر بالنعمة. فقال النبي لعائشة: يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإنها إذا نفرت لا تعود. شكر النعمة، عدم كفر النعمة. هذا العامل الثالث. العامل الرابع: الإشفاق على عباد الله. الراحمون يرحمهم الله. الله تفضل علينا، فشاركوا في كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الله الله في الفقراء، أشركوهم في معايشكم، هؤلاء شركاء لكم. الآن ماكو بالدنيا ناس يموتون من الجوع، ماكو في الدنيا ناس يموتون من العطش، ماكو في أطرافنا من البلاد بلاد الطفل يولد بالشارع ويموت بالشارع، ماكو في البلاد الإسلامية الآن في هذه اللحظة بلاد الناس يأكلون ورق الأشجار لأنه حتى رغيف لا يجدونه، ورق الأشجار يأخذوه يطحنوه يطبخونه في الماء ويأكلونه، مسلمون مثلنا، ماكو في البلاد. وبعض الأطفال الصغار، طفل خو ما يفتهم طعمه مر هذا الطعام، يرفض يتناول الطعام. كانوا كاتبين أن فلان طفل غشي عليه من شدة الضعف والجوع. هاي آهاتهم ما تأخذنا، يجب أن نحذر. هذا العامل الرابع. العامل الأول عدم الظلم، العامل الثاني عدم الذنب، العامل الثالث عدم كفران النعم، العامل الرابع الإشفاق على الآخرين، العامل الخامس الدعاء. وأنتم الآن في مواطن الدعاء. أظن في الحديث إذا واحد يخاف من شيء وتقدم بالدعاء إلى الله سبحانه، الله يصرف عنه ذاك الشيء. تخافون من الفقر، ادعوا الله ألا يفقركم. في لحظة يمكن واحد يصير فقير، لحظة واحدة يدخل سوق الأسهم وهو يملك الملايين، بعد دقائق يطلع صفر اليد. أعمال الدنيا لحظة واحدة، وإلنا قضايا كثيرة في هذا المجال. أنقل لكم هذه القضية. واحد، ما أذكر اسم البلد، واحد يقول، ينقل هذه القضية أنه كان عندي تعامل تجاري ويا تاجر في بلد من البلاد، تعامل لقضية معينة. يقول في يوم من الأيام ذهبت إلى ذلك البلد حتى ألتقي به، ذهبت إلى بيته فرأيت بيته محروق أنقاض. إجيت إلى سوق، هذا التاجر كان يملك سوق مو دكان، سوق، شفت السوق ساقط خاون على عروشه. سألت وين هذا التاجر؟ قالوا هناك خلف هذه التلة.
يقول رحت فرأيته في حالة يرثى لها أشعث أغبار، قاعد على التراب وعينه أيضا قد فقدهما، قاعد هالشكل. سلمت عليه، قلت له خيرا، شنو هذا الوضع؟ قال في الواقع أنا لي قضية، أنا في يوم من الأيام كنت جالس في دكاني وكنت أقرأ القرآن الكريم، فوصلت إلى هذه الآية الكريمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شوية فكرت في هذه الآية، شككت، صحيح الله بكون يغير الأحوال؟ ممكن. بعدين فكرت أنا تاجر، عندي ثروة، عندي سوق، عندي أملاك، ممكن الله بكلمة كن يغير حالي؟ يمكن يعني. تشكيك في قدرة الله، القدرة المطلقة. يقول وإذا بهذه الأثناء واحد إجى قال بيتك دا يحترق، حريق في البيت. يقول أنا ركضت فرأيت النيران محيطة بالبيت وأهلي وأولادي وعائلتي بالبيت دا يحترقون. فيقول فاقتحمت النيران، تضحية فداء، اقتحمت النيران حتى أروح أنقذهم ما قدرت. يقول فرجعت فأخذت النيران تأخذ مني، وطلعت برا فرأيتني فاقدا لعيني وسقطت على الأرض. الناس كثير منهم ما عندهم التزام ديني، سمعوا أنه هالشكل التاجر، فهجموا على سوقه وأخذوا ينهبون الدكاكين. الوالد رحمه الله كان يقول إحنا شفنا النظير هذا في إحدى البلاد، أحد التجار وضعه شوي اختال، الناس هجموا على محله، كان عنده شلمانات حديد، يعني أعمدة حديدية ضخمة كبيرة، الناس يشيلوها يودوها، 10 20 30 يجتمعون، هاي الأعمدة الحديدية الضخمة يشيلوها. الناس هجموا على بيتي، على دكاكيني، وأخذوا كل شيء، وأنا الآن كما ترى ما عندي لا بيت لا دكان لا سوق لا ثروة لا زوجة لا أولاد لا عين. لحظة واحدة الفلك يدور. العامل الخامس الدعاء. واحد يدعو، أكو بعض الناس في أخريات أيام حياتهم يبتلون بأمراض، يصير شلل 15 عام، هو في عذاب وأهله منه في عذاب، يعني قد يكونون في عذاب، يبتلى بفقدان الذاكرة، هذا اللي الآن يسموه زهايمر، خرف، ينسى أقرباءه وأصدقائه شوي شوي حتى ينسى نفسه وينسى كيف يأكل وكيف يشرب. بعض رؤساء العالم ابتلوا بهذا المرض قبل فترة. واحد يدعو، يتقدم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه 5 ضمانات لبقاء النعم الإلهية. أقرأ لكم بعض الروايات وأختم بها الموضوع. عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس. أنفق، الله يعوضك، يخلف عليك، فإذا منعوها حولها عنهم إلى غيرهم، الله يسلب هذه النعمة إذا لم تنفقها على عباد الله. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله، الله ينتقم.
عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، عن أبيه الإمام الباقر صلوات الله عليه: إن الله قضى قضاء حتميا. مهم الرواية: لا ينعم على عبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث ذلك العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة. إذا الله أنعم على واحد بنعمة، هذه النعمة أبدية، إلا إذا أذنب الله يسلب منه تلك النعمة. النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول: اتقوا الذنوب، وبالذات الشباب. الشباب الآن هواية في معرض الخطر مع هذه الأجواء المفتوحة. اتقوا الذنوب فإنها ممحقة أو ممحقة للخيرات، يسلب النعمة. ونختم بهذه الرواية: أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصل إلى منطقة المدائن بالعراق، فوصل إلى طاق كسرى، ما أدري شايفين لو لا، طاق عظيم يدل على قصر عظيم. فكان هنالك شاعر أخذ يتمثل بهذا البيت: جرت الرياح على محل ديارهم أو على رسوم ديارهم، فكأنهم كانوا على ميعادي. الإمام صلوات الله عليه قال له: ألا قلت؟ تقرأ هذه الآية الكريمة، هذه الآيات: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم قال صلوات الله عليه: إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية. المعصية نوع من أنواع كفران النعمة. إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم. ولا بأس أن نقرأ هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول كما في هذه الرواية: قطيعة الرحم تزيل النعم. عندكم فد عجوز في العائلة لا تضر ولا تنفع ولا تحل ولا تربط، فد عمة فد خالة عندكم أصلا لا تنفع للدنيا والآخرة، شنو الداعي تروحون عدها تقضون عمركم؟ هذا يطيل عمركم، هذا يسبب الخير في دنياكم. لا تفكروا في النفع الدنيوي والمادي، تنفع أو ما تنفع، تحول أو لا تحول، تربط أو لا تربط، روحوا صلوا أرحامكم، هذا في خير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين هذه النعم، وإن شاء الله تدعون في حرم كريمة أهل البيت وفي حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه بأن يديم الله النعم ويزيد الله النعم، فإنه أكرم مسؤول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه والمال لا يزكو بلا نفقات.
بين الظلام وبين نور مشرق هدي